أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين الواردة في المواقع والصحف الإخبارية الصادرة لهذا اليوم. رسالة من سكان في عدن: نحن ممنوعون من الخروج من منازلنا. حملة إلكترونية للمطالبة بطرد الإمارات ومحاسبتها على جرائمها في اليمن. من موقع ألماني: يتساءل في اليمن من يحارب من؟ أهلا بكم. لفترات طوال كانت عدن مدينة للجميع، وكان المهمشون فيها قد انتزعوا الكثير من حقوقهم، لكنهم اليوم وبعد سيطرة الميليشيا قد أصبحوا ممنوعين حتى من الخروج من منازلهم، كما جاء في شكوى رفعها المهمشون إلى الانتقال وعنوان موقع عدن الغد. المهمشون في عدن يطالبون عيدروس الزبيدي بوقف حملات اعتقالات في صفوفهم. قال الموقع إن المهمشين في عدن ناشدوا رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وقف حملات الاعتداءات والملاحقات والاعتقالات التي يتعرضون لها. قالت الشكوى التي نشرها الموقع إن المهمشين يتعرضون لحملة اعتقالات وتعسفات أمنية أدخلت الرعب والخوف في نفوسهم وعائلاتهم، وأجبرت الكثير منهم على البقاء في منازلهم وتقييد حرياتهم ومنعهم من الخروج إلى الشوارع بصورة طبيعية كغيرهم من أبناء محافظة عدن. أكدت مصادر محلية في محافظة عدن أن ميليشيات الحزب الأمني نفذت حملة مداهمات واعتقالات لعدد من الطلاب من أبناء محافظة شبوة في عدد من مديرية العاصمة عدن. ووفقا لموقع الصحوانت عدن، ميليشيات الانتقال تقتحم سكنا طلابيا وتعتقل خمسة من أبناء محافظة شبوة. قالت المصادر لصحوانت أن ميليشيات الحزم الأمني داهمت مقر السكن الجامعي في مدينة الشعب واعتقلت عددا من الطلاب الذين ينتمون لأبناء محافظة شبوة واقتادتهم إلى أحد سجونها السرية. أشارت المصادر إلى أن عدد الطلاب الذين تم اعتقالهم من داخل السكن خمسة طلاب ينتمون لمحافظة شبوة، وهم الخضر بزمة وحسين شاجرة وأحمد السحرتي وصالح السلطان وإبراهيم الفقير. ميليشيات الانتقال تذبح الأسرى، تحت هذا العنوان كتب نبيل سبيع مقاله الذي تنشره بلقيس مضيفا: إنهم يذبحون الأسرى ويمثلون بجثثهم أيضا. ميليشيات المجلس الانتقالي تذبح الأسرى ثم تمثل بجثثهم عبر إطلاق وابل من الرصاص على رؤوسهم وأجسادهم. شاهدت مقطع فيديو لعملية ذبح عدد من أسرى جيش الحكومة الذين وقعوا في أيدي ميليشيات الانقلاب الانتقالي بعد قيام الطائرات الإماراتية بقصف عرباتهم وعتادهم في مدخل عدن وأبين. مشاهد مروعة لعمليات ذبح الأسرى بالسكاكين. واصلوا الذبح بالسكاكين، وبعد أن أكملوا الذبح أطلقوا وابل من الرصاص على الجثة مصحوبة بالطبع مع وابل من الشتائم. مشاهد بشعة ووحشية ترتكبها ميليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات، ترتكبها وتوثقها بالصوت والصورة دون أن يحرك ذلك شيئا من ضمير المطبلين الجنوبيين والجنوبيات لزفة الاستقلال الدامية هذه. هذه زفة استقلال وحشية، استقلال يغمس بالدم. لقد أحرزتم ذبح الأسرى والقتل والتصفيات على الهوية واقتحام البيوت ونهب الممتلكات وانتهاك الحرمات، ولن تحرزوا الاستقلال. فحتى لو حققتم الانفصال فإن استقلالكم سيظل بحاجة إلى استقلال من احتلال إماراتي للأرض وهيمنة إماراتية على السيادة والقرار الجنوبي. وعلاوة على ذلك، وهذا هو الأخطر، أنتم ستواصلون التوغل في الدماء الجنوبية بعد انفصالكم عن الشمال. هذا ما تؤكده كل الأحداث الماضية. لقد ارتكبتم وما تزالون ترتكبون أبشع الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولكل الأعراف والقيم والمبادئ ضد الجنوبيين المختلفين معكم في الرأي والتوجه السياسي، وضد الشماليين المتواجدين في الجنوب كمواطنين وعاملين أو كأسرى أمنيين وعسكريين. تذبحون الأسرى بالسكاكين ثم تمثلون بجثثهم. يا للعار،
لن تجلبوا للجنوب دولة ولا استقلالا، لن تجلبوا للجنوب سوى الدماء والعار. انطلقت حملة إلكترونية غاضبة للمطالبة بطرد الإمارات من اليمن وقطع العلاقة ومحاسبتها، كما تم توقيع عريضة تدعو مجلس الأمن والأمم المتحدة لإنهاء تواجد الإمارات في اليمن. موقع بلقيس عنوان في صفحته الرئيسية: حملة إلكترونية للمطالبة بطرد الإمارات ومحاسبتها على جرائمها في اليمن. أكد المنظمون لهذه الحملة أنها تهدف إلى كشف غدر دولة الإمارات بالشعب اليمني وارتكاب الجرائم المروعة ومحاولة تقسيم وتمزيق البلاد، كما تهدف إلى المساهمة في دعم الجيش الوطني. واتهم المشاركون في الحملة دولة الإمارات بصناعة الإرهاب والتمرد في المنطقة وتصدير مشاريع التقسيم وتمزيق الأوطان. إلى ذلك، أطلق نشطاء يمنيون حملة عبر موقع مفاز للتوقيع على عريضة تدعو مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى إصدار قرارات عاجلة تطالب بإنهاء الوجود العسكري وغير العسكري لدولة الإمارات في اليمن. رفضت الحكومة اليمنية التبريرات الإماراتية باستهداف قواتها في محافظتي عدن وأبين جنوبي البلاد بضربة جوية، ووصفتها بالتبريرات الزائفة. وعنوان موقع المشاهد نت: الحكومة اليمنية ترفض التبريرات الإماراتية وتصفها بالزائفة. الحكومة قالت أيضا أن محاولة دولة الإمارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوة الجيش هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني. وجددت الحكومة اليمنية إدانتها لما وصفته بالعدوان الإماراتي، مؤكدة أنها وتحت كل الظروف لن تقبل بالانتقاص من سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وحملت الإمارات كامل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن هذا الاستهداف. استراتيجيات المماطلة لتدمير شعوب المنطقة، تحت هذا العنوان كتب غازي دحمان مقاله المنشور في العربي الجديد. الناظر إلى مشهد الصراع في الشرق الأوسط من زاوية التفاعلات الجارية بين الأطراف المنخرطة فيه ستدهشه طريقة إدارة اللعبة وتوازناتها، واتباع هذه الأطراف استراتيجية واحدة في الإدارة وقواعد اشتباك ثابتة. تقوم الاستراتيجية التي تتبعها الأطراف على قاعدة المماطلة وتمرير الوقت إلى حين تغير المعطيات، وعلى هذا الأساس تنخرط هذه الأطراف بتفاهمات مؤقتة، بعضها صريح وعلني وبعضها ضمني ومستور. في إطار هذه الاستراتيجية يراهن كل طرف على قدرته على فرض وقائع تجبر الخصم على الرضوخ لمشيئته، كما أن الأولوية في هذه الاستراتيجية لصالح تثبيت وجود الطرف المعني في معادلة الصراع من خلال شبكة تفاعلات معقدة مع طرف أو أكثر من اللاعبين المنخرطين في الصراع، وعبر اتباع سياسة حرب الوكلاء التي أصبحت السمة البارزة للصراع في المنطقة. تظهر سياسة المماطلة الأطراف المنخرطة في اللعبة أنها منتصرة في مواجهة الرأي العام الداخلي، وترفع الضغط عن الساسة الذين يتبنون السياسات التدخلية، إذ يستطيع هؤلاء تسويق نجاحهم في إدارة اللعبة عبر سياسة المماطلة على أنه انتصار في ساحات خارجية، يزيد من قوة دولهم ويرفع درجة تأثيرها في سياق القوة الدولية. وميزة هذه السياسات أنها لا تنتج مهزومين واضحين ضمن أطراف اللعبة، فمن يخسر تكتيكيا يستطيع الادعاء أنه يربح استراتيجيا وعلى المدى الطويل. مقابل ذلك تساهم سياسات المماطلة في تدمير المجتمعات التي تدور هذه الصراعات على أراضيها، إذ تنتج عنها خسائر مادية وبشرية هائلة. تساءل أهم موقع ألماني يهتم بالشرق الأوسط في صفحته الرئيسية عما يحدث في اليمن، وعلق موقع الدي دبليو: فرقاء الصراع في اليمن، من يحارب من ولماذا؟ وبدأ التقرير الذي كتبه كريستين كنيب بالتهمة التي واجهتها حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي للإمارات العربية بدعم الانفصاليين الجنوبيين، ما يشكل تحولا جذريا يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية. فمن هم فرقاء هذه الأزمة وما هي أهدافها؟
يشهد اليمن حربا منذ عام 2014 بين المتمردين الحوثيين المقربين من إيران والقوات التابعة لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد رب منصور هادي، تصاعدت في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات العربية دعما للقوات الحكومية. يوصف الحوثيون على أنهم حركة دينية مسلحة، وتتخذ الحركة من المناطق الجبلية في صعدة معقلها التاريخي شمال اليمن، وبدأت دعوية قبل أن تتحول إلى حركة عسكرية. رأت الرياض يد إيران في سيطرة الحوثيين السريعة على السلطة في اليمن، واعتبرت ذلك تهديدا مباشرا لأمنها القومي. وفي مارس 2015 بدأ التدخل السعودي بتشكيل تحالف عسكري عربي من بين أهدافه دحر الحوثيين وعودة حكومة هادي إلى الشرعية. وبعد شهور من المعارك تمكن التحالف من دفع الحوثيين والموالين لصالح الذين تحالفوا معهم إلى الخروج من عدن ومارب إلى الشمال الشرقي من صنعاء، لكن الخطوط الأمامية ازدادت رسوخاً لتبدأ سنوات من الجمود. يستعمل التحالف بشكل خاص القوة الجوية بكثافة بنتائج ميدانية محدودة، لذلك يسعى الأمريكيون حسب تقرير للواشنطن بوست نهاية شهر أغسطس إلى محادثات مباشرة بين السعوديين والحوثيين، خصوصا بعد الشروخ التي ظهرت في التحالف السعودي الإماراتي. وعن المجلس الانتقالي تقول الدي دبليو، تأسس المجلس بنزعة انفصالية عام 2017 في سياق الصراعات في محيط الرئيس هادي وسيطرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي على عدن، وزادت وتيرة المطالب في الجنوب بالانفصال عن الشمال، وهذا الأمر شكل تحديا أمام هادي الذي يعتبر نفسه ضامنا لوحدة البلاد. قال الموقع الألماني أنه بعد معارك السيطرة على عدن بين الحكومة والانتقالي، تدخل الطيران الحربي الإماراتي لصالح المجلس الانتقالي وضد القوات التابعة لحكومة الرئيس هادي. الصحافة الفرنسية أيضا ركزت على اتهام الحكومة للإمارات بقصف قوات الجيش اليمني، وعنونت صحيفة لوموند اليمن: الحكومة تتهم الإمارات العربية المتحدة بقصف القوات في الجنوب. قالت الصحيفة إن الحكومة اتهمت الإمارات بقصف قواتها، مع أن الإمارات عضو في تحالف يدعم الحكومة ضد المتمردين الحوثيين. تورد الصحيفة ما قاله سكان عدن من أنهم سمعوا أصوات الغارات الجوية عندما دخلت القوات الحكومية المدينة. ركز تقرير لوموند والذي ترجم لصالح قناة بلقيس على دعوة الرئيس اليمني للمملكة العربية السعودية إلى دعم الشرعية اليمنية ووضع حد لهذا التصعيد غير المشروع وغير المبرر. تواصل الصحيفة: على الرغم من تحالفهما الاستراتيجي ضد المتمردين الحوثيين، إلا أن الإمارات والسعودية تدعمان معسكرات معارضة في جنوب اليمن، فأبو ظبي تدعم الانفصاليين بينما الرياض تدعم حكومة عبد رب منصور هادي. كيف يمكن لمن أضاع عدن أن يحمي صنعاء ودمشق؟ تحت هذا العنوان كتب وائل عصام مقاله المنشور في القدس العربي. النزاع بين السعودية والإمارات على عدن مثال أخير وليس وحيدا على التخبط والفوضى العربية العارمة في إدارة ساحة المواجهة مع إيران، من العراق إلى سوريا للبنان وصولا حتى اليمن. ففي عدن لا وجود لهيمنة إيرانية أو لميليشيات أو قوى سياسية موالية لطهران، ويفترض بعدن كونها مدينة كبرى تحت سيطرة التحالف المواجه للحوثيين أن تكون ساحة دعم ومدد وفناء خلفيا للانطلاق نحو صنعاء. أصبح واضحا الآن لماذا فشلت القوى المسلحة الموالية للتحالف في وضع حد للحوثيين رغم تمتع التحالف بالتفوق العسكري والغطاء الجوي. فخلل كهذا في القيادة يضعف فرص أي قوة بالسيطرة حتى على مدينة صغيرة مثل الحديدة، شنت عليها ثلاث حملات كبرى، ولم تبدأ قصة التصدع في تحالف اليمن حديثا، بل سبقته عدة مراحل كان أهمها انسحاب عدة دول من معسكر الحرب المدمرة التي قادتها السعودية. باكستان انسحبت مبكرا ثم قطر. هذا المشهد الذي يعكس هشاشة تحالفات الدول العربية ضد إيران تكرر سابقا في عدة بلدان عربية كالعراق وسوريا ولبنان،
وإن لم يكن ملحوظا بوضوح لطغيان التحدي الإيراني على ما عداه من أزمات. ضعف القيادة السياسية وسوء التنسيق والتردد وغياب العقيدة والغبش في رؤية وفهم النزاع ظل يطبع القوى الداعمة للفصائل والقوى السنية في العراق وسوريا ولبنان. ورغم امتلاك دول الخليج للوفرة المالية، فإن الصراعات الأخيرة في الشرق الأوسط كانت مثالا جديدا لحقيقة قديمة عن محدودية خيارات من لا يمتلك سوى المال. أكثر الحكومات العربية التي دعمت الجماعات المسلحة المقاتلة للقوى المرتبطة بإيران تقودها أنظمة غير متمرسة في الحرب وإدارة الصراعات، فهي إما شخصيات قبلية وصلت للسلطة بالوراثة والدعم الغربي، أو رجال أعمال، أو الاثنان معا. لذلك فإن تكوينها ينعكس في النهاية على طريقة إدارتها للنزاعات بروح التنازع القبلي من ناحية، والاعتماد على الدعم والمؤازرة الغربية في مواجهة الخصوم كما في الحصول على الحماية. لا يكاد تاريخ مدينة عدن يخلو من الحروب وينعم بالاستقرار، فلا تنتهي المدينة من حرب حتى تستعد لأخرى، وقد وقعت فيها 4 حروب مفصلية خلال 30 عاما الأخيرة فقط. ويعنون موقع الجزيرة نت: عدن عروس باب المندب، عاصمة الحروب والاقتتال الداخلي. في العام 1839 احتلت بريطانيا عدن واستوطنها كثير من الفرس واليهود والهنود بعد أن جعلتها بريطانيا العظمى واسطة العقد بين التاج البريطاني في لندن والهند البريطانية، وأصبحت عدن ثاني أكثر موانئ العالم نشاطا بعد نيويورك. وحين قامت ثائرة اليمنيين في الجنوب ضد الاحتلال البريطاني، أدرك البريطانيون أنه لن يطول بهم البقاء في عروس باب المندب، فأعلنت أنها ستخرج بعد 5 سنين ليبدأ الاقتتال الداخلي بين فصائل المقاومة لاحتكار تقرير المصير بعد جلاء الإنجليز. بعد أن عاشت عدن في مستعمرات منفصلة غذها الاحتلال البريطاني، عجل احتدام الاقتتال ضد موعد خروجها ليستقر الوضع. بعد الجلاء للجبهة القومية للتحرير وزعيمها قحطان الشعبي الذي أعلن الاستقلال وقيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، رقصت عدن بعد ذلك على أنغام الاشتراكية التي كان يعزفها الاتحاد السوفيتي في موسكو، وعاشت أعواما من التأميم للموانئ ومصادرة الملكيات الخاصة، وكان ميناء عدن مصدر الدخل الأكبر للجمهورية. غير أن الرفاق لم تطل بهم الصحبة، فدبت بينهم الخلافات والاغتيالات، وحتى انتهت إلى حرب دموية عرفت بأحداث يناير 1986 التي قتل فيها الآلاف من قيادات الحزب الاشتراكي وكوادره، وكانت التصفيات حينها تتم وفق فرز مناطقي. مجددا لم تهنأ عدن بالسلام، فبعد 4 سنوات فقط من الوحدة اندلعت حرب 94 التي سميت حرب الانفصال إثر خلافات بين شريكي الحكم المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي. ولأن قدر عدن أن تظل هدفا لفوهات البنادق المختلفة، فقد عاشت مرة أخرى على وقع الحرب في 7 مارس 2015 بعدما سيطرت ميليشيات الحوثي وقوات صالح الموالية لها على العاصمة صنعاء في انقلاب على حكومة الرئيس هادي. مصير الرهانات الإماراتية في اليمن. تحت هذا العنوان كتب محمد العليمي مقاله المنشور في يمن مونيتور، مضيفا في أجزاء من المقال: تفعل الإمارات كل ما من شأنه تقسيم اليمن، وكانت محاولات تدمير الشرعية في المناطق المحررة أولى هذه الطرق، مرورا بتشكيل الميليشيات المسلحة لانفصال الجنوب وإنهاك الشمال بحروب وصراعات طويلة. ما أرادته الإمارات هو خوض معركتها في اليمن بأوراقها التي تريد، تطيح بمن تريد وتحيي من تريد، تطيح بالسلطة الشرعية وتحيي ميليشيا وتشكيلات مسلحة تعمل على ضد من مشروع الدولة. واحدة تلو الأخرى سقطت هذه الأوراق التي راهنت عليها أبو ظبي لكسب المعركة في اليمن. وهذه السياسة قد تكشفت مسبقا بأنها لا تهدف لتحرير اليمن بل لاحتلاله وتفكيكه. فلقد كان بإمكان التحالف أن يحسم المعركة الدائرة مع ميليشيا الحوثي منذ وقت مبكر، لكن حساباته الضيقة والتي لأبو ظبي دور كبير في بلورتها عملت على لف الحبل حول عنقه، وكل يوم يحيق المكر السيء بأهله.
ويقترب فيه الخليج من وقوع الأخطار التي كان بإمكانه تلافيها قبل ذلك. ما كان متاحاً بالأمس للتحالف لم يعد متاحاً اليوم أو غداً، وها هي الحرائق التي أوقدتها الإمارات والسعودية تحاصرهما. الإمارات تحاول تجنب الخطر الإيراني عبر التقارب مع طهران دون المملكة، فيما تصارع السعودية للتصدي للطائرات الحوثية المسيرة وتحييد قدرتها العسكرية والدفاع عن الحدود الجنوبية لدولتها. من قبل راهنت الإمارات على أوراق كثيرة، راهنت على صالح وحاولت إقناع السعودية بذلك، لكن أولى المعارك التي تمت بين ميليشيا الحوثي وحليفها صالح في أواخر عام 2017 حسمت الأمر في الشمال لصالح الحوثيين، وسقط صالح مكشوفا ومضرجا بدمائه، وبسقوطه سقطت معه أهم الأوراق الإماراتية في الشمال، وانهزم جوكر اللعبة في أول يومين من انطلاق المواجهات. الأحداث العالمية بعيون عدسة مصوري صحيفة الجارديان البريطانية، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. يبدع رسامو الكاريكاتير من خلال رسوم تضاهي أخبارا وصورا عدة. في جولتنا لهذا اليوم نعرض عليكم مجموعة من هذه الرسوم. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.